لك امشي راحت البنا، لك عيب هيك بنص الشوارع تعمل فينا يا زلمه. حب الغنيه بتبقلك ما شاء الله معلم، لان حبيب القلب حبيبنا. تعرف تعرف اذا اخوك دري انه عم نطلع بسيارات المكتب ليعلق مشنقتنا؟ ليش ليعلق مشنقتنا؟ ما مثلي مثله بالمكتب. لك يا حبيبي اخوك شايل كل عيلتكم فوق راسه، اولهم انت. ايه ما اساس المصاري من وين؟ من ابوك. وانا ابن ابي. لك حبيبي ابوك ترك لك نفس المصاري تركهم لاخوك، شوف اخوك شو عم يعمل بالمصاري وانت وين عم تصرفوه؟ ليش النكد؟ ليش النكد؟ قلنا هلا وين بدنا نروح نسهر؟ علي حلال لاخذك لارني، النسوان من السما عم تنزل. لك ايه عم تطلع من تحت الكراسي. لك شو محل؟ وليه على الكراسي؟ شو محل؟ شو نسوان؟ ايش عنا من النار لك؟ اسمع بدك تقول لي شو في عندك بيوت جاهزه للسكن ومكسيه بشكل جيد وعلى المفتاح. ايه على راسي، بس بالاول بدي اعرف يعني شو المساحه المطلوبه. هلا بنتي وخطيبها ببدايه عمرهم، يعني بعتقد انه ما بيلزمون اكثر من 200 متر. ايه شو عليه؟ بعيوني بس عفوا سيدنا، يعني انت هيك عم تحكي بمبلغ بين 80 وال 100 مليون. عمي انا بطلب يلي بدي اياه وانت بتعطيني اللي بدي اياه. انا ما سالتك عن المصاري. ايه معك هذا. لا تواخذنا، بس نحن الدلالين بنكتر غلبه احيانا. شوف سيدنا، في عندي بيت 220 متر بلاطه وحده. كسوته سوبر ديلوكس، اطلالته بتشوف الشام ونص صريف الشام بطريقك. بقى شو قلت؟ مو بس حلوه، وابوه اللي بده يشتري للبيت كمان عيني اياها العريسه على هالبقعه. مو مثل تولين اذا طلبنا منه قرشين اياته بتعطيني 5000 ليره. هبكون حمار اذا بروح وحده مثل هي من بين ايدي. صدقني يا سيد رفيق، لو كان في عندي وقت كنت رحت كلاسي ورجيتك البيوت، بس في زباين جايين لعندي وعندي اكثر موعد. بس هي اخي هاني بحل محلي وبيورجيك البيوت. ماشي ماشي، المهم يكون البيت مثل ما اتفقنا، لانه انا ما عندي وقت ضيعه. ولو وقتك غالي علينا. مسيك اخي مسيك، روح مع الاستاذه. تفضل. بيض لي وشي. على راسي. بيض لي وشي. شايف لي على هالإطلالة يا أستاذ؟ شايف الدنيا كلها. إن شاء الله عجبك البيت. هلا الحقيقة البيت مقبول، إطلالة جميلة ومعليها حكي، بس المشكلة بالإكساء. إذا في بيوت إكساء بيكون أفضل، بيكون منيح. طبعا طبعا في عنا كتير. هلا بالنسبة لهذا البيت جاي دوبلكس، البيوت الثانية بتجي أكبر وأغلى. هلا ما في مشكلة على المصاري، انت بس ارجينا البيوت واذا عجبنا جاهزين لندفع. على عيني. استاذ هاي كرت المكتب تبعنا عليه رقم اخي ورقمي. ماشي ان شاء الله على خير. على عيني استاذ. شكرا. شرفتك. يلا بابا. معلم بنت صغيرة فرفورة ابوها معه مصاري من هون لليابان. ايه وانت شو بتستفيد من هذا الحكي؟ هلا انا زيتت لهم كرت المكتب وحطيت رقم موبايل، يعني بتعرف يا طلو اذا بتزبط هالصيده يا لطيف. هلا في شغله انت بالك منتبه لها، يعني انت شو فيك شيء مميز لحتى تطلع فيك؟ هلا انا شو فيني شيء مميز؟ عم نقول لك هي المخلوقه كامله مكمله، يعني لاقي لي شيء طريقه لحتى تطلع فيني، اذا بضل مو عمر ولا عمرين 100 عمر ما بوصل لربع مصاري ابوها. رزقها كثير منيح، روح اتجوزها. عم اقول لك مخطوبه. طب خلص المخطوبه عف عنها، اتركها للبنت وخليك على تولين. انت اساسا تولين زياده عليه. تولين شيء وهي شيء ثاني لطلو.